قررت نقابة القوى العملية في فرنسا الدخول في إضراب مفتوح يشمل أعمال قطاع المستشفيات الحكومية للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. وأقلت النقابة العملية في بيانها إن الهدف من الإضراب ليس المطالب المادية فحسب، بل التنبيه لعواقب الوضع المهني المتدهور الذي ينذر بانهيار النظام الصحي الفرنسي. وقد سبق هذا الإضراب تظاهرات لأطباء القطاع الخاص الخميس الماضي طالبوا خلاله الحكومة الفرنسية بالحوار وتحقيق مطالبهم. من باريس ينضم إلينا مراسل العربي شوقي أمين. أهلا بك شوقي. إذن الإضراب يشل القطاع الصحي في باريس، مطالب كثيرة يقدمونها للحكومة، أوجز لنا أبرز هذه المطالب. حسام، يجب التأكيد هنا أن هذا الإضراب اليوم الذي دعت إليه نقابة واحدة فقط هي القوى العمالية كما ذكرت، هو إضراب جزئي، لكن آخر المعلومات تقول أن هذا الإضراب تجاوب مع نحو 90% في بعض المستشفيات هنا في الضواحي الباريسية. هناك من 10 إلى 20% في قلب باريس. طبعا على رأس هذه المطالب هو هناك معضلة هنا، مسألة الإرهاق التي طالت أو تطاول بالحقيقة عديد مستخدمي الصحة، إن كانوا من أطباء ممرضين أو أيضا من مساعدي التنويم في غرفة العمليات الجراحية. هذه المطالب، هناك شح اليوم في الموارد البشرية، هناك نفور في الحقيقة من القطاع الصحي لهذه التراكمات في سوء الإدارة. هناك في الحقيقة من تغلب المنطق الإداري كما يقول الخبراء هنا على المنطق الصحي في التعاطي مع المعضلة الصحية هو الذي في الحقيقة أوصلنا إلى هذه المرحلة. نعلم أن النظام الصحي هو من أرقى الأنظمة الصحية في العالم باعتراف الجميع، ولكن في الحقيقة في العشر سنوات الأخيرة يمكن الإقرار حسام هناك تدهور في الحقيقة في النظام الصحي الفرنسي. هناك مصالح الاستعجالات في الحقيقة لا يمكنها أن تكفل جميع المرضى لعدد لشح أيضا عمال في الحقيقة في مصالح الاستعجالات. هناك أيضا نقص فادح في التخصصات الطبية. هناك أيضا الذين ذهبوا إلى التقاعد ولا يمكن استخلافهم. هناك نتحدث عن تصحر طبي في عديد المناطق الفرنسية. الأرياف الحقيقة اليوم لا تتوفر على خدمة صحية بشكل لائق في بلد كبير مثل فرنسا. هنا المعضلة أيضا، ولكن يأتي مسألة الرواتب، مسألة أيضا دفع الساعات الإضافية بما يكفي أيضا. هذا هو يعني مطالب كبيرة في الحقيقة. يمكن أن نقول بأن قادم الأيام سيكون حاسما، خاصة بعد طرح اليوم سيناقش البرلمان الفرنسي يعني مشروع نظام التقاعد الذي ستطرحه رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. هذا الموضوع في الحقيقة بكل تأكيد سنتابع معك تفاصيل. نعم. وصلت الفكرة، سنتابع معك بكل تأكيد تفاصيل هذه الإضرابات. شكرا جزيلا لك مراسلنا من باريس.